سميتي عثمان، عندي 26 عام، خريج مدرسة الحسنية الشغل العمومية الأولى لو اس تي بي. ولكن قبل ما نبدا على شنو كيفاش وصلت لو اس تي بي اكسيتيرا، انا بالنسبة لي مهم ان ندير واحد الريتروسبكتيف ونردكم شوية اللور معايا للباركور ديالي. انا شاب تري سامبل تري موديست، عائلة جد متوسطة، الوالد ديالي استاذ ديال الرياضيات والوالدة ديالي استاذة ديال الفرنسية. دونك كان عندي داك ليسبري ماتيماتيك لوجيك وليسبري كوغنيتيف سنتيمونتال اكسيتيرا. واخا من بعد مع العلم ما بقيتش كنامن بان كاين واحد الفرق ما بين لي جو ما بين لي دو، ولكن على بوكسي. دونك ديما تنقول مع راسي بانني جو سوي ديستيني افير دي شوز، يعني ام ديستين تو دو ثينكس تو تشينج ذا وورلد. انا بالنسبه ليا وهاد الكلمه ديال تشينج ذا وورلد ولا تغيير العالم كتبان لبزاف ديال الناس بانها كبيره بزاف، لدرجه ان كيبان هذاك السيد وداك السيد اللي كيقولها غير كيخربق ولا غير كيحلم. الوغ كو تغيير العالم ولا تغيير اي حاجه كيبدا بتغيير الذات، كيبدا بتغيير شي حاجه صغيره. وليفي بول دو نيج ولا داك ليفي ديال لا ماس ديال كل واحد كيغير شي حاجه صغيره 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 هو اللي كيخلق التغيير. فهاد لا نوسون ديال نغير العالم فاش كنت يلاه بادي يلاه دخلت الليسي اكسيتيرا، بطبيعه الحال في الليسي والمنظومه التعليميه المغربيه ما كنقراوش بزاف على بحال كي قال البروفيسور، بزاف ديال الامور ما كنقراوهاش في المنظومه التعليميه المغربيه، منهم سكون ابيل سوفت سكيلز. فايت سمعتوا بهاد السوفت سكيلز ولا المهارات كنقول لها الرطبه، جو سي با واش خدامه ولا لا، ولكن سي لي كومبيتونس اللي كيخليوك نتايا اومان، كيخليوك واحد الانسان اللي تقدر تدخل في واحد لا سوسيتي ولا واحد لو غروب ولا واحد لورغانيزم ولا واحد المنظومه ودير شي تغيير. اولا الا ما قدرتيش دير التغيير على الاقل تكونتريبيي. درت الليسي ديالي، ديك الساعات كنت داير بريفي في الكوليج حيت الوالدين ديالي ما كانوش سايقين مع الاسف في المؤسسه العموميه. من بعد قنعتهم قلت لهم كلاس بريبا عموميه راه ماشي بحال البريفي، يعني خليوني ندير لي كلاس بريباراتوار. درت لي كلاس بريباراتوار، ولكن هادشي كامل حتى وصلت ليكول الحسنيه ما كانش عندي ان بلان، ما كانش عندي ان بروجي، كان عندي اون مود، كنت تابع واحد الموضه ديال ان كاع صحابي اللي كنا بلوز موان تغاير في القرايه في الليسي قلنا غنديروا كنا كلاس بريبا، يلا كلشي كلاس بريبا. اي الحاجه الثانيه سكو كان عندي واحد الضغط عائلي، سكو والديا بالنسبه ليهم انفستيساو فيا بزاف ديال الوقت ديال الجهد ديال الفلوس ديال بزاف الامور، والحلم ديالهم وكنسوليني على الكلمه ديالهم ماشي ديالي هو انني نكون انجينيور ديتر. فوقاش غادي نفيق من القلبه كما تنقولوا ونعيق بان الحلم ديالهم والحلم ديالي ماشي جوج الحاجات، ماشي نفس الحاجه، راه جوج الحاجات مختلفه. هي فاش دخلت الكلاس بريباراتوار، كلاس بريباراتوار اللي ديغالمون بقات عندي حياه، اللي دار كلاس بريبار هنايا غيفهمني مزيان اش تنقول. تتفيق الصباح 8 7 ونص تفيق، الله تقاد حالتك تلبس، المهم شي مرات ما تتلبسش تتغسل رجلك في بلغه وكتزيد بحال هكا كتجرها كدير القب، سا ديبون المود ديالك. كنشوف ناس كيضحكوا بيتيتر كاين اللي عاشت. تتمشي للقسم تتبدا قرايه وداك الشيء ني با فاسيل مي عاوتاني ني با اولترا كومبليكي، سا ديبون على الانسان وشحال كيتريني الدماغ ديالو، حتى هو خصو لونترين. هو تندخل لكاس بريبا، تندخل القسم في الصباح، تنبقى تنقرا معاهم داك الشيء اللي تنقرا وداك الشيء كامل. بسبب الكوميول ديال لافي تيشتني الناس في القسم، تتلقاني ناعس في حصه الماط فيها 4 ساعات، وفي الماط في البريبا الا نعستي وما فهمتيش غير التعريف ديال واحد لانتيغرال بواحد الفورمول كيفاش دارت ما غاديش تتبع حتى شي حاجه من بعد، حيت كلشي كيتبنى على كلشي. وكانوا لي بروف تيعذرونا فاش يلقاونا ناعسين في القسم، ما تيحكروش علينا بزاف، عارفين بان عندنا ستريس، عارفين بان عندنا بزاف الامور. فاش كندخلوا للشومبر ديال الانترنت ماشي تنقصروا كول اوف ديوتي ولا ليغ اوف ليجندز، كنا عارفين باننا حنا تنقراو لان تابعنا واحد الكونكور ناسيونال كومان ولا لي زيكول فرونسيز. بروميير اني ديالي كانت لا فاتيك بزاف، العيا ما تنعش، قوه القرايه تنقول ويلي الحياه فيها غير هادشي، زعما ما الا كانت الحياه فيها غير القرايه علاش انا عايش؟ داز شويه الوقت دوزيام اني، واخا دوزيام اني خصك تكلاس من 10 الاولى باش تجيب سكون ابيل دوسي ولا باش تجيب لوبسيون انك دوز لي كونكور فرونسي في بلادك بلا ما تشطير طلعت لباري. كلاسيت من دوك العشره لي برومي، بطبيعه الحال هادشي كامل الوالديه فرحانين اكسيتيرا، ولكن انا واش فرحان سيتي سا لا كيستيون. بقيت غادي بحال هكا، دوزت لي كونكور فرونسي، مشيت ندوز لوغال باسكو خصك تجيب لي كريم باش تطلع لباري دوز لوغال، عاد ديك الساعه خصك تجيب لي دو باش عاد ديك الساعه تاكسبتي في النيكول. جبت لي كري مشيت لوغال، فاش مشيت لوغال قررت انني ندير السياحه في باري. تنقول وا مدينة وارة باري باريس، كنت فرحان اكسيت، وتلمو ما كنتش تايق بانني غنعاود نرجع ليها كجبت معايا سوفنير. شناهو؟ التيكي ديال المترو. وهذه سي
سي جوك تيبيكال اللي كنديروا على لي زغاب اللي كيمشيو تما كيجيبوا معاه بالتيكيد ميترو كوم سوفنير ولكن انا درتها باش لا سيب ما كانش من بعد فراسي بانني غتطلع لي باغي في الراس تالمو غنمشي ليها ولكن على ليبوك ما كتعرفش انت هذه المساله هذه انت بالنسبه لك باغي سي باغي صافي وصلت حتى الباب ديال ليسي كلود بيرنار كاين حدا بارك دي برانس الملعب ديال باريس سان جيرمان كيدخلوا صحابي يدوزوا لي كونكور لي زورو وانا كنقول مع راسي ما بقيتش باغي ندوز لي زيكول فرونسيز باسكو تو سامبلومون حسيت براسي انني ما كنتش مستعد نفسيا انني نبعد على والديا ونبعد على مدينتي ونبعد على ليكو سيستيم كامل اللي كنت عايش فيه وانت ايزولا في واحد المدينه بلوز او موان كانت كتبان ليا واعره بزاف ما عرفتش واش غنقرا ما غنقراش بغيف الحمد لله كانت عندي ان انستون دو ماتوريتي مع راسي درت داك بوز ديالوغي مع راسك عارف راسك واش قاد ما قادش باغي ما باغيش داكشي اللي درت وانا نقول لبابا وماما عيط لهم في الليل لافي ديال لي زورو درت معاهم سكايب قلت له بابا ماما اسمحوا لي على البي اللي خلصتوا عليا نشوف شي طريقه باش نرمبورتي من بعد كي نرجع للمغرب غندير غير السياح واش متاكد اولدي متاكد اولدي وما باش كيعجبوني الله يخليهم ليا سكا تيقولوا لي دائما تحمل مسؤوليتك ما تجيش تبلامينا من بعد على شي حاجه انت اللي خديتي القرار عليها تقدر تبلاميهم على شي حاجه اللي خداو القرار بلاصتك عليها اللي هو مثلا انا نولي انجينيور ديطا ونخدم كانجينيور ديطا وانا جايكم ليها ولكن الا خديتي انت قرار تحمل مسؤوليتك رجعت من هذا دخلت ليكول حسنيه الوغ ليكول حسنيه بروميير اني سيتي لا ديبرسيون حيت اولا جيت من الكلاس بريبا والكلاس بريبا النيفو ديال المات والفيزيك اللي بغيتي هنا تدخل لي زيكول دانجي النيفو هنا نقدر نزيد نهبط الا بغيت غير بور نو با شوكي نقول ويلي كاين هاد القطيعات الكبيره بين هاد لي دو سيستيم حيتاش في الكلاس بريبا كتقرا من الدره شنو فيها من لي سبين ان دومي كيفاش كيدورو اكسيتيرا حتى الكواكب كيفاش كيقدوا بعضياتهم ولا لا لوا ديال نيوتن اكسيتيرا وكتلقى بان كاين ان باراليليزم ديال نيوتن كتعوض غير الشحان في وسط الذره وكتلقى بريسك سي لا ميم لوجيك اللي كتورينتي لي زوربيت ديال لي الكترون ويلي وا تلفت توصل ليكول حسنيه اول حصه واحد الاستاذ الله يسمح ليه قال لي عطيني جوج طرق باش تحسب جوج على بيسونس 64 كيفاش جوج طرق تالمون جاني داكشي بات كسولته واش بغيتي ندير لك جوج في جوج في جوج جوج 64 مره ولا بغيتي ندير لك اربعه في الباقي ديال جوج ولا كيفاش شنو بغيتي تقصد سيتي سا باغي قرينا باغي قرينا لانكريمونطاسيون وبدانا بسؤال بحال هذا درت صحابي بحال هكا قلت لهم نو ستي بي وي بقينا بحال هكا العام كامل حسينا براسنا بان كاس بريباراتوار قرينا فيها بزاف ولكن حاجه واحده اللي ما قريناش في الكاس بريباراتوار هي شكون حنا واش كنعرف نتعامل مع الناس واش كنعرف نهضر مع الناس بحال هكا بلا ما تشدني الخلعه واش نقدر نقص بحال هكا وما نخافش من الجوجمون ديالكم واش قادر بزاف د الامور وهذا الشيء كامل طبيعة الحفله كل ولا ليكول افيك او ماجيسكول كيلكل سوا من غير الا كانوا الناس اللي شارفين على ليكول واعين بالاهميه ديال تو سكون ابل سوفت سكيلز و بارا سكولير واخا انا كنكره هاد الكلمه بارا سكولير لان بالنسبه ليا بارا سكولير هو سكولير اما سكولير كله كاين في انترنت حل جوجل وكتب لي بغيتي غتلقى لي دوكيومون والابحاث والبي اتش ديز اللي بغيتي العالم ديالنا غادي بواحد الوتيره كتطور اكسترا اوردينير لدرجه ان واحد النهار ليكول ما غتبقاش خدامه سي اون فيريتي كون لاكسيبتو با سي اون فيريتي دونك بديت كنصور راسي هاد الاسئله كامله وانا في الحسني قلت هادشي ما خدامش خصني ندير شي حاجه في وقتي دخلت لي كلوب ودخلت لواحد الكلوب اللي بدل لي الحياه ديالي 180 درجه 360 درجه خطا شائع يعني 360 درجه تدور ترجع لبلاصتك سميتو اناكتوس واللي كيامن بالمقاوله الاجتماعيه كيفاش تقدر تكري شركه اجتماعيه وشركه اجتماعيه ما كتعنيش لا شاريتي ولا نفرق الخبز فابور ولا شي حاجه ما تعني اولا شركه مديره للدخل بحال الشركات اللي كتعرفوا ولكن ابوت سوسيال افوكاسيون افيبر سوسيال ودا سوشيال فاليو سوشيال ميشن كيفاش تقدر تستعمل المقاوله الاجتماعيه باش تكري تغيير كيل سوا في او نيفو ديال لا كوميونيتي ديالك ولا في او نيفو ناسيونال اكسيتيرا عجبني الكونسيبت بور كيلكان اللي خارج من الكهف اللي هو الكلاس بريباراتوار تيعرف غير الانتيغرال وداك الشيء غدخل لواحد العالم زوين سميتو ان اكتوس سميتو تحرك ديبلاسمون تمشي عند الناس دير لي زيتو تيغان تعرف شنو المشاكل الاجتماعيه اللي كاينه في بلادك تعرف تقرب اكثر من المغرب الحقيقي والمغرب الاعمق حيت كاين المغرب العميق وكاين واحد المغرب اعمق كون فوا با لا تيليفزيون كاين واحد المغرب اللي ما يمكنلكش تطلع عليه الا ما درتيش ما ركبتيش حاشاك فوق ظهر البهيمه باش توصل ليه
بغيف هادشي كامل ما يمكنلكش تعرفو وانت جالس بحال هكا وانت تقرا في البريفي وانت بلوز اومون مسك عليك الله بارابور بزاف ديال الناس. وتما بدات كديفلوب عندي واحد لا نوسيون اللي انا الا كانت شي حاجه نبغيكم تديوها من هاد الطوك المتواضع سي سخي لومباتي. ما عرفتش شنو هي بالعربيه ولكن شنو هي مي التفسير ديالها هو انك تحط راسك بلاص الانسان الاخر. دائما تتحاول انك تحط راسك بلاص الانسان الاخر باش تفهم شنو هما العوامل شنو هما المشاكل شنو هما الظروف اللي ادت على ان واحد السيد ولا واحد المشكل ولا واحد المنظومه تكون على واحد النتيجه. سي لا كوزاليتي ا ادت للبي ادت للسي ادت للدي. ولكن الا ما فهمتش ا يقدر الدي يكون خايب وغادي نحكم على الانسان بالدي مي ما غنعرفش مناش داز. هي هذيك فاش مشيت كندور على العالم القرابي وكنشوف درت بلوس دون فانتين دو ريجون رورال في المغرب كنشوف 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 وتما وليت كنلقى راسي بانني كنت ايدونتيفيا مع دوك الناس كندوز معاهم بزاف ديال الوقت باش نعرفهم كيفاش دايرين شنو هما المشاكل اللي كيعانيو منهم شنو هما الحوايج اللي نقدر ندير. وحده من المشاكل اللي كانوا كيعانيو منها هي انهم مازالين كيستعملوا الحطب ولا سميتو ولا الفاخر باش يطيبوا وباش يديروا الشوفاج هادو جوج في المغرب باقي الطياب والبرد كيديروا مشاكل كبيره سورتو في لي ريجون اللي تيطيح الثلج كتقطع الطريق واحد 20 يوم شهر. اخر ريجون مشيت ليها سميتها بولمان ومشيت ليها ربع خمس سنين من بعد ما كريت ستارت اب ديالي اللي هي كوكيت واللي هي واحد لونتربريز سوسيال واحد المقاوله اجتماعيه اللي الهدف ديالها هو اننا نحسنوا الظروف ديال الناس اللي مازالين كيستعملوا الخشب ولا الحطب سلاش شاركول من اجل الطهي عن طريق ديفلوبمون ديال واحد التكنولوجيا سهله ديال واحد الساك ايزوتيرم اللي كيكمل الطياب. استعملت داكشي اللي كنعرف كانجينيور اللي هو شويه ديال ليزوتيرم اكسيتيرا اكسيتيرا مع ديمونسيونمون هذاك وصبنا واحد الساك ايزوتيرم اللي كيكمل الطياب جوستوم. دونك تدير الكاميله ديالك ربع ساعه فوق اون سورس دو شالور كال سوا بوطه عافيه اكس مصوبه بواتيفر ربع ساعه تدفع عليها تديرها وسط الساك كتسد عليه هو كيكمل الطياب ديالها. لان الطياب اون فيغيتي سي با لابور كونتينيو دو لا شالور سي ماشي العافيه اللي شاعله اون بيرمانونس سي داك لو ميكرو كليما اللي تتكريا واللي كيدور بلاليمون. سي بحال شتيتي بطاطا الا قديتي تلقى شي طريقه باش دورها بلي موليكول ديال لي غشو ديال الهواء الساخن يبقاو دايرين بها لواحد المده غتكمل الطياب ديالها. فان بريف ايبارنيكوم تكنيك انا الا شتيتوني في التكنيك نقدر نبقى ندوي فيه بزاف مي سي با لو بو ديال اليوم. هاد الشركه هادي الحمد لله هنا تقاتلنا بعدا بزاف دير ستارت اب في المغرب الحماق هادي زعما ما جيتش انا هنا باش نقول لكم كلشي دير نوض دابا خرجوا ديروا ستارت اب ولا سبورت انتربرينور شيب يو غات بي ان انتربرينور وديك الهضره كامله. لا لا سوسيتي محتاجه دي زونتربرينور محتاجه دي سالاريا محتاجه كلشي باش تكون اون سوسيتي ما يمكنش يكون عندك موديل واحد في واحد المجتمع. دونك وصلت لواحد الكونكلوزيون بانني على لاج دو 22 ans فونديتها 22 26 دابا ماشي بعيد بزاف تقدر دير ان شونجمون في المحيط ديالك. ما غاديش نجي نقول لك بدلت العالم ولكن او موان بدلت المحيط وبدلت لا في ديال واحد المجموعه ديال لي فامي اللي اوجوردي كنعدهم بدي سنتين. وهاد المساله هادي ما غنقولش فخر ولكن سي بلوس كو فخر سي واحد الحاجه اللي فاش كنشوف راسي كندير اون ريتروسبكسيون كنرجع باللور وتنقول عثمان اللي كان بوتيتر ديستيني يخرج غير انجينيور وغير كيديمونسيوني وغير كيحسب وغير كيدير اوجوردي عنده ان امباكت سوسيال اون ميم طون الى انجينيور ايسي. اذا فور مي انجينيرين ولا الانجينيري سي ان مايند سيت سي بروبليم سولفين كيفاش تتحط في واحد المشكل وكتلقى ليه حل. حياتي كامله از اباوت بروبليم سولفين كامله ملي كنفيقوا حنا كنلقاو مشاكل ولا دي تشالنج باللغه بوزيتيف كيفاش تلقى ليها حل خاصك ميثودولوجي. وحده من هذه الميثودولوجي هي ديزاين ثينكين الا بغيتوا ولا التفكير التصميمي بور لي جون انتريسي جو فوز انفيت تقلبوا عليها من بعد. دونك من نهار كتفيق من نهار كتحل عينيك وانت عندك مشاكل وخصك تلقى لهم الحل وهذاك لو فيت انك تطيح في مشكل وكتلقى ليه حل وكتزيد لقدام هو اللي كيخليك الايف كتحس براسك حي. كل ما كانش عندك مشكل ما غاديش النيفو ديال الدوبامين داع عقلك يهبط باش يعاود يطلع وتحس بالفرق وتقول دونك هذه الفرحه صعيب. دونك فاش فهمت هادشي كامل fast forward دابا بوغ لي جون اللي كيتسائلوا واش خديت الدبلوم ديالي ولا لا خديت الدبلوم ديالي جو سوي لوغيير ديال ليكول الحسنيه. ولكن تو بي اونست ويز يو باش نكون صريح معكم سي ان دبلوم اللي خديته بوغ مي بارون از ا ريورد ولا
بحال واحد الكادو لانفستيسمون اللي داروا فيا بوندون هذاك 18 ولا 19 عام ديال القرايه. دونك لقيت راسي في واحد السيستيم قبل ما ندخل ليكول الحسنيه وفوسط ليكول الحسنيه، وبديت كنصور راسي بزاف واش غنقدر نهرب من هذا السيستيم هذا، واش نقدر نهرب من هذه المنظومه اللي حسيت بانها خرقتني. علاش؟ لان عطاتني غير التكنيك، ما خلاتنيش ندير. واش السؤال ديالي واش تقدر تدير مثلا في المغرب من لا دونس اون كارير؟ انا مثلا عزيز عليا الشطيح، بغيت ندير لا دونس اون كارير، خرج عند اي واحد في الزنقه قول ليه انا بغيت نولي دونسور في المغرب فول تايم وكنتخلص منه، غيجاوب بجوج اجوبه. يا جواب ديني يقول لك حرام وندخلوا في واحد لي ديبا ما تيتسالاوش، يا غيجاوبك واحد الجواب ديال منيتك. علاش في المغرب عطنا طبيب مهندس ارشيتكت شنو قد الحاجة محسوبين، الوغ كو الحياة فيها أكثر وأكثر بزاف من هادشي. بوغ فينيغ، كون ما دخلتش الإناكتوس ما كانش بلا في بابيون نوصل أنني نكون قدامكم كنهضر اليوم، ولكن سان فو با دير عاوتاني كون ما دخلت ليهاش ما كنتش غنكون قدامكم اليوم. هاد لي في بابيون ما عرفتوش كتعرفوه، ولكن هو لا كوزاليتي، هو واحد الحاجة كتزد ديك الحاجة كتزد ديك الحاجة كتزد ديك الحاجة، وكاين في العالم ديال ستاتيستيك دي زاربوريسونس، كل شوا كيعطيك بزاف ديال لي شوا، كل شوا وسط هذوك لي شوا كيعطيك بزاف ديال لي شوا، دونك تشعبات كبيره. كان ممكن ان افيك ان لو فري دان زار كيلكونك افيك اون انتروبي كونترولي ولا شي حاجه نطيح انني نكون معكم هنا اجوردي. دونك لو بوت شنو علاش نقول هاد الهضره هادي، سي كو ماشي حيتاش الا ما درتيش ان كلوب في شي ايكول ضيعتي حياتك، ولا ماشي حيتاش الا ما درتيش اون اكتيفيتي من غير القرايه في ليكول دابا ضيعتي حياتك. فوقاش تكون ضيعتي حياتك الا ما خدمتيش دماغك وما سولتيش راسك هذا السؤال. اما الا سولتي راسك هذا السؤال، واش ليكول كافياك، واش داكشي اللي تدير عاجبك، واش انت سعيد في حياتك، وقلتي مع راسك ايه وهذا الشيء كما عجبني لو ستاتوس كو وعاجبني وغنكمل فيه، ما تلوم الا راسك من بعد. مي الخايب والخطير هو انك ما تكونش اصلا واعي بشنو كاين اوتور دو تو. ما عرفتش شحال باقي ليا الوقت باش ما نتعداش بريسك لا فان. غنعطي اكزومبل ديال ايلون ماسك، شكون كيعرف ايلون ماسك في لاصال؟ Alors pour les gens qui ont fait Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla, SpaceX. Elon a une chérie qui s'appelle Neuralink. Moi, j'ai testé la puce pour jouer à des chimpanzés ou qui jouent les vidéogames. C'est vrai. Qui jouent les jeux vidéo. Et le but, quand j'ai fait l'interview avec elle, c'est qu'il y a d'abord la puce, on va l'utiliser pour tout ce qui est médical. Les gens qui ont fait tous les membres inférieurs de leur corps, tout ce qui est relié à la moelle épinière ou à la chaleur du cerveau. Il a fait activer avec la puce, et qu'il y a l'insane, يرجع كيتمشى. وهذا الشيء الا رجعتي غير واحد 10 سنين قبل تقول لي هذا خيال علمي، دابا اتس وان كليك اواي، جوجلي ونورالينك وغادي تتفاجئوا بزاف ديال الحوايج. خلاصه القول، واش كان واحد السيستيم بالنسبه لي اللي كان خانقني قديت نخرج منه؟ هي ديد اي اسكيب ات؟ اند ذا انسر از يس. ثانك يو فيري ماتش.